خير حضرات الساده المشاهدين، اخبار حضرتكم ايه؟ النهارده حلقه جديده وبرنامجكم الاسره والمجتمع. بدايه الحلقه النهارده حابب اوجه كل الشكر للدكتور محمد ضيف الحلقه اللي فاتت عن مشكله زواج القاصرات. المشكله دي الحمد لله بفضل حضراتكم وبفضل الدكتور محمد خدت حقها بشكل كبير جدا، وبناء عليه رئيس الوزراء نزل قوانين جديده وعواقب كتير جدا، ونزل كمان يعني كان الاول اللي بيتعاقب هو الراجل الزوج والزوجة، دلوقتي العقاب بقى بيشمل الزوج والزوجة والوالد والوالدة. فده الحمد لله يرجع الفضل في النجاح ده لحضراتكم، وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية ونقدر نكمل ونوجه رسالة جديدة. والنهاردة بنتكلم عن حاجة شغلة الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، التعصب الكروي. التعصب الكروي مشكلة ظهرت معنا مؤخرا بشكل كبير جداً. يا ترى ايه اسباب المشكله دي؟ يا ترى ايه نتائجها؟ يا ترى ايه اللي خلانا نوصل للمرحله دي؟ احنا ما كناش كده الاول، احنا كنا بنتكلم، كنا بنشجع كرة بس، كنا بنشجع اللعبه الحلوه. لكن دلوقتي بقينا بندخل في اعراض وبندخل في مشاكل وبنتكلم في كل حاجه. فالنهارده هنناقش الموضوع ده معانا النهارده مع استاذه فوزيه. اهلا وسهلا بك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضلي. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الاسره والمجتمع، ومش هضيف حاجه عن اللي قاله الأستاذ طارق في البداية، ولكن احنا هنا الحلقة النهاردة بنقول من أين يأتي التعصب؟ هل من المشجعين أم من المسؤولين أم من الإعلام المنحاز لناديه؟ من هنا هنبدأ مع ضيوفنا اللي مشرفينا في الاستوديو، الكابتن حمدي إبراهيم مدرب الكرة، أهلا بحضرتك. والكابتن خالد علي لاعب الكرة في نادي غزل المحلة، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. عايزين نبدا حلقتنا ونقول ما هو السبب، او نعرف التعصب الاول وبعد كده نقول سبب التعصب ايه. هو بسم الله الرحمن الرحيم، في البدايه بشكر حضراتكم وبنقول للشعب المصري كل سنه طيبين على حلول عام الميلاد الجديد حضرتك. انا اتكلمت في التعصب كتير قبل كده، بس التعصب يعني دي مشكله، يعني التعصب درجات بس عندنا في مصر بزياده شويه كتير. والتعصب يعني معناه هنفهمه للناس بمعناه يعني اللي هو الشخص المشجع يعني يحب فريق حب شديد ويكره الفريق المناسب كره شديد في نفس الوقت. ودي مش كوره، كوره قبل ما تكون تنافس هي روح رياضيه، هي روح رياضيه وتآلف وموده طبعا للناس وتقارب للناس والشعوب وكل حاجه طبعا. بس كده. بس احنا دلوقتي خرجنا خالص من الروح الرياضيه، دخلنا دلوقتي في جو تاني خالص. احنا دلوقتي بقينا ما نتكلمش في كوره، احنا خرجنا بره الكوره. التعصب دلوقتي وصلنا لمرحله عاميه، مرحله يعني بنتكلم في الاعراض، بنتكلم في كل حاجه في خلقه ربنا. طب ايه الاسباب اللي خلت الناس توصل للمرحله دي؟ اكيد مش الكوره، احنا كنا الاول بنتفرج على الكوره، بنشجع فرقتنا، الفرق المنافسه او ما نشجعهاش، ممكن نشجعها بره لو بتلعب مصر. لكن دلوقتي وصلنا لمرحله ان هم ممكن يضربوا بعض في الشارع، ممكن توصل لمرحله. هو التعصب في بدايته ليه اسباب كتير، من اهم اسبابه سوء الاداره بين مجالس الادارات، ده سبب رئيسي. وده اللي احنا بنقوله المسؤولين، المسؤولين في البدايه، المسؤولين عن الناديين ايا كان النادي هو المسؤول عن النادي نفسه، ويعتبر الاهلي والزمالك مع احترامي لغزل المحله الاهلي والزمالك هم يعني كبار الكره المصريه واكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط يعني. المشكله اللي بتيجي نبذ التعصب بيجي من الانديه الكبيره، بس يعني الاهلي ملوش طرف في موضوع التعصب خالص. لكن بتيجي احنا بنتكلم بشكل عام، بشكل عام سواء احنا مش منحق يعني، احنا سواء الاساءة من نادي الاخر احنا مش منحازين لنادي معين، احنا بنتكلم ننبذ الاساءة سواء من النادي الاهلي او من النادي الزمالك او من اي نادي على وجه العموم. احنا مش عايزين نحكم عن الموقف، احنا عايزين نفسر الموقف وايه اللي وصله للدرجات دي، وايه اللي خلانا احنا كمسلمين وكمصريين بتجمعنا ارض واحده نوصل للدرجات دي من العداء لبعض ليه؟ عشان ايه يوصل لده كله؟ في البدايه هي روح رياضيه، فين الروح الرياضيه من اللي بيحصل؟ هو
من نواه التعصب روابط الانديه. دي بدايه التعصب. ايوه. روابط الانديه لما انشئت روابط للانديه بدا في حميه في حميه في المدرجات. ايوه. بالتالي مدرجات الفريق فلان يهتف هتافات عدائيه للفريق فلان. يبدا الفريق الثاني يهتف كده بيبدا التعصب. بس في اشياء كتيره للتغلب على التعصب هي بترجع يعني التعصب ليه بدايات كتير بيرجع من البيت من ولي الامر. ولي الامر ممكن في نشاه الطفل يجبره اللي هو يحب نادي معين. انا احب بقى بما ان احنا ذكرنا البيت والافراد احنا بنعتبر الفريق هو بيت يعني او النادي هو بيت الفريق كامل. فاحب اخد بس راي الكابتن خالد في انه التعصب ما بين الفريق نفسه او الفريق والفريق الاخر هل ده بيبقى موجود ما بين يعني التيم نفسه بيبقى موجود ما بينهم ده للفريق الثاني ولا ده مش بيبقى موجود؟ نبارك لحضرتك على الصعود للدوري الممتاز ونتمنى لك تمثيل مشرف طبعا. طبعا اصلا المدير الفني كمان يبقى الكابتن خالد عيد يبقى خالي هو فببارك له برضه على الهواء مباشره. نبارك لحضرتك طبعا ونبارك لجميع غزل المحله طبعا على الصعود ان شاء الله. طبعا احنا عندنا اصلا ديربي ثاني ديربي الغضب غزل المحله وبلديه المحله ان شاء الله. ديربي لا يكل اهميه وتعصب عن اهل وزمالك. وطبعا انت برضه اكيد عايش وعارف التعصب اللي احنا عايشين فيه فانت برضو ايه طيب اسباب يعني بالنسبه لك؟ خلينا الاول نبتدي نقول ان التعصب خصوصا في مصر دلوقتي بقى ظاهره دخيله علينا. يعني احنا في الاول ما كانش التعصب بالشكل اللي موجود بالظبط كان في روح رياضيه وكان في كل وهنقول برضو ان التعصب بقى موجود في العالم كله. يعني هتلاقي كل العالم كله دلوقتي والفيفا وكل المجتمعات يعني بتدعو مش بالدرجات زي عندنا لا موجود كابتن خالد. موجود مش بنفس لا موجود الدرجه بس احنا اللي هنا عندنا ومؤخرا حصلت احنا هنا دخيله علينا خصوصا بعد ما حصل مذبحه بورسعيد والاحداث اللي حصلت والكلام اللي حصل ده كله وطبعا ربنا يرحمهم طبعا في الجنه باذن الله وبدات الظاهره عندنا تزيد اكيد ليها اسباب والعالم كله بيحارب فعلا التعصب سواء بقى التعصب على دين او تعصب على لون او تعصب على اي شيء اي نوع من انواع التعصب. فاحنا بنحاول دلوقتي بنتكلم نقول ان احنا عايزين نقضي على التعصب. هل هو بدا منين؟ هو فعلا بيبدا فعلا من الاسره. الاب والام اذا ما لاحظوش سلوك ابنهم ناحيه فريق بيشجعه او ناحيه راي مش شرط ان هو الكوره بس يعني ناحيه راي عايز يفرض رايه بشكل معين او تعصب عامه في كل التعصب في كل حاجه. لا انا عايزه اذكر بس بين افراد الفريق نفسه الفريق والفريق الاخر بس موجود. دي النقطه اللي عايزه اتكلم عنها دي منافسه بس المنافسه هل المنافسه بقى احنا كنا بنشوف ان بيخرجوا احنا بتدخل في التعصب بقى اصبح تعصب رياضي ان احنا يعني نتكلم عن بعض بشكل يمس العرض او يمس اللون كل الحاجات دي ما كانتش موجوده لحد وقتنا هذا لحد وقتنا هذا برضو مش موجوده بين اللعيبه لا مش يعني موجوده اللعيبه اللي موجود بينهم دلوقتي في روح رياضيه حتى جوه الملعب تبقى نرفزت ملعب كل اللعيبه هنرجع نقول برضو ان اللعيبه احيانا بتمارس بعض الافعال يعني بتلعب على مشاعر الجماهير او زي ما بتدغدغ مشاعر الجماهير وده اللي بيؤدي فعلا ان الجمهور نفسه بيحصل ما بينه وما بين طبعا شحن زياده احنا مش محتاجين كل ده هو لو اللعيب بيتصرف على ان فعلا هي منافسه شريفه لو المنافس بتاعك قوي فانت بالفعل هي رياضه كل ما منافسك بيبقى قوي كل ما انت بتقدر ان انت الناس تستمتع اكتر بدون يعني من غير ما نحتاج تعصب لكن نقول مثلا هل لو مثلا التعصب ده زاد وما بقيناش عارفين نحله بقى ايه يعني ايه الحل عن طريق لازم يبقى لها عواقب القانون بالظبط القانون هو دلوقتي هو الحل لكل حاجه بالزبط. احنا شفنا دلوقتي لما حصل الدوله بدات تاخد اجراءات ناحيه المتعصبين مش هقول اهلي او زمالك او اي حد التعصب عموما في الرياضه في كل حاجه بداوا ياخدوا موقف ناحيه المتعصب او الناس اللي عملوا سلوك مشين شفنا ان الموضوع هدى بشكل كبير بدات الناس تتكلم بعقلانيه بدا من الطرفين ده يتكلم يقول لا محاوله للحلول لازم نلاقي حل لازم نحاول ومن هنا طبعا احنا بنشكر سياده الوزير دكتور اشرف صبحي على المبادره اللي عملها نبذ التعصب ودي برده من الحاجات اللي ادت ان الدنيا هديت كتير جدا وبقت في حاله ود ما بين الجماهير طبعا وان شاء الله تكمل على خير واحنا مش عايزين احداث مؤسفه بقى تاني وعايزين كفايه فعلا بقى يعني الدوله خلاص مصدقنا ان فعلا الدوله بقت فعلا واقفه على رجليها والمجال الرياضي بدانا نتفوق والدنيا ظهرت وكل حاجه واحنا هو يعني
بنأسس العاصمة الإدارية الجديدة وبنعمل قرية أولمبية جديدة وبنشتغل شغل جديد، فعايزين الناس تبص لنا بنظرة تانية خالص، ودي بقت دخيلة علينا. يعني احنا ما كناش كده، يعني كان آخرنا فعلا مجرد التنافس، ما كانش الألفاظ البذيئة بالشكل كان ده، كان حتى في روح رياضية، كان في تحس كده مبسوط وانت بتتفرج. طبعا فرقتك خسرت بتشجع الفريق اللي لازم يبقى في تنافس، وكل حتة في العالم في ديربي في كل مكان في العالم يعني، فده أمر طبيعي. لكن الحل زي ما قلت لحضرتك يعني من العناصر كلها، بدايه من مجالس ادارات او جماهير او روابط انديه او الدوله، لازم الدوله يكون لها تدخل. الاعلام نفسه يعني الاعلامي لما يطلع ويتكلم لازم يتكلم بحياديه، بغض النظر ده بيطلع بالتيشيرت التيشيرت النادي اللي هو ده بيعمل استفزاز للطرف الاخر طبعًا. فيبدا يرد طبعًا. عليه. واللعيبه نفسها لازم يعني اللعيبه نفسها لازم مجالس الادارات تتكلم مع اللعيبه ان ما ينفعش ان انت تلعب على مشاعر الجمهور، اصل الناس خلاص يعني كله بقى شايف. واحنا بنقول ان بنطبق الاحتراف، النهارده انت بتلعب اهلي، بكره تلعب زمالك، بعده تلعب بيراميدز، يعني الموضوع بقى خلاص مفتوح. فبلاش نلعب على مشاعر الجماهير، ونسيب ان يبقى تنافس شريف وعادي، وشجع فريقك يعني ما فيش مشكله. ما بنقولش ان انت هتتمنى الفريق الثاني يكسبك او كلام من ده، لا انت بتشجع في اطار روح رياضيه. فانا شايف ان هو كلام كابتن خالد. وارجع لحضرتك دلوقتي، في لعيبه بتتعمد ان هي تلعب على مشاعر الجماهير، او بدايه الشراره بتكون من الملعب نفسه بالظبط من البدايه. فانت شايف ان احنا المفروض نحط قوانين رادعه للعيبه دي، حتى لو تصل للشطب، لو تصل للايقاف لمده كبيره، غرامات، لان هم دول بدايه الشراره، بدايه التعصب. تلاقي اللاعب مثلا بيلعب النهارده في نادي فلان بيحاول يستفز كل الجماهير المنافسه بحيث ان هو يكسب بنت تعاطف مع لعيبه ثانيه او جماهير ثانيه. مش كله برضه، لا انا قلت بعض اللعيبه، لا في بعض اللعيبه. فانت حضرتك شايف ان احنا لازم نحط قوانين للموضوع ده؟ وممكن لا، يعني قوانين الموضوع ده خارجيه مش هينفع، لازم داخلي من مدير الكره في النادي بالظبط، زي ما بيحط لائحه للتاخير، بحط لائحه للعدم التزام في التمرين، لايا كان يحط لائحه يعني اللي يخلي اللعيبه ما لهمش علاقه بالجماهير، او زي ما انت حضرتك بتقول بيلعبوا على عاطفه الجماهير. بس انا ممكن مثلا نحط برضو يعني ممكن اتحاد الكوره يحط قانون مثلا اللاعب اللي يحاول يعمل اثاره لجماهيره تجاه المنافس، ده ممكن نعمل له قانون عقاب. ممكن نصل مثلا، مش هنقول شطب لان شطب ممكن تكون كبيره جدا، بس ممكن ايقاف لمده مثلا شهر اثنين ثلاثه بالاضافه للغرامه. ما هو افرض انا النادي بتاعي ما بيطبقش قوانين، ما هو في بالفعل في لجنه مسابقات بتعاقب، بس ما قوانينها مش رادعه، قوانينها ما بتخليش اللعيبه قبل ما تعمل الحاجه تفكر 100 مره. لا بالعكس، انا هعمل حاجه وعارف ان انا ورايا اداره النادي بتاعتي هتقف ورايا وتجيب لي حقي، وده شفناه خلال الفتره اللي فاتت. والله هو بيرجع للاعب نفسه بالظبط، اللاعب عاوز يحسن من نفسه يحسن من نفسه. يعني ماتش الاهلي والزمالك الاخير كان ماشي تمام زي الفل، لعيبه كانوا بيكلموا مع بعض قبل الماتش، اتكلموا مع بعض بعد الماتش، خلاص الماتش انتهى وانت فزت، ليه تروح للاعب الثاني تقول له انا فزت؟ ليه؟ ما هو كده ده اللي عمل مشكله في الماتش الاخير، ده اللي كبر. لو ما كانش راح له، ما كان الموضوع عادي، كانوا طلعوا من الملعب اصدقائه وخلاص الموضوع خلص. ولازم برضو الاعلام يلقي الضوء على الحب بين اللعيبه. اللعيبه الاهلي والزمالك دوت بيخرجوا مع بعض، يروحوا حفلات ويخشوا سينمات بالظبط، ده حقيقه موجود مع بعض. الاعلام ما بيجيبش الحاجات دي، الاعلام بيجيب المشاكل بس، ده الاعلام الرياضي، ده اعلام سلبي الاعلام. وفي نفس الوقت لازم مجالس ادارات الانديه الكبيره تعمل مباراه وديه. انت عمر حضرتك شفت مباراه بين الاهلي والزمالك وديه؟ صعبه جدا، ما حصلتش تقريبا. ليه ما يتعملش مباراه وديه؟ ليه الكابتن خطيب يعني نزل بيان قريب اللي هو هيزور نادي الزمالك، ليه الزيارات دي ما تكونش على مدى سنين فاتت وسنين مرت؟ هي بدات الحاجات دي يعني بعد يعني هو انا حاسس يعني في الايام اللي جايه ان شاء الله هيبقى خير، ان شاء الله في موضوع التعصب ده ان شاء الله هيقضى عليه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن خالد، ايه راي حضرتك في اللي انا بقوله اللي هو لازم يبقى فيه لعيبه تحط لها قانون؟ بما ان انت حضرتك لعيب واكيد بتشوف استفزاز جوه الملعب، تشوف مثلا في لعيب معين بيتعمد ان هو يستفز جمهورك، وده حصل في الديربي الاخير طبعا. طيب يعني خلينا نقول ان اصلا مفيش جماهير،
حقيقة يعني اللعيب نفسه. بس ما ننكرش ان في جماهير بنخش دلوقتي للاسف بقى الجماهير اللي خارج يعني بره الاسوار المدرج اللي هم على السوشيال ميديا وكلام من ده بقوا اهم بالنسبه للعيبه من الجماهير الحقيقيه اللي موجوده في الاستاد. السوشيال ميديا لها طبعا تأثير بقى هم دول اهم دلوقتي بالنسبه لهم. كل لعيب يعني بيحاول ان هو يطلع احسن ما عنده بالنسبه له من وجهه نظره هو، رغم ان ده ممكن يكون سلوك سلبي بالزبط. علشان خاطر يكسب تعاطف الجماهير على السوشيال أوقات ميديا. اوقات بيحاول يعوض تاثيره في الملعب طبعا بالحكايه دي كتير جدا، وبنشوف تناقضات كتير يعني نلاقي اللعيب ممكن يكون مستواه قليل جدا في مباراه او لكن مجرد انه يطلع يعمل حركه بعد المباراه فالجماهير تمسك في الحركه بالزبط. فتقول ان اللعيب ده مخلص جدا للنادي، مع ان انت مش محتاج ان انت تعمل كل ده، انت مرتبط اخلاصك للنادي، انت مرتبط بعقدك مع النادي، بتفانيك في الملعب، بالنتائج اللي انت بتعملها. سيب الجمهور هو اللي بيحكم، يعني يحكم عليك من ادائك في الملعب، لكن ان تصرفاتك خارج الملعب والسوشيال ميديا اللي بقت كتيره بالشكل الناس وتسليط الضوء عليها بالشكل ده طبعا هو اللي ادى لكل ده، يعني كل المشاكل حاصله في الوقت ده. فهل هيبقى في سلوك رادع؟ لازم يكون في بدايه فعلا من مجلس الاداره، ما هو كل يعني كل شخص فيه اكبر منه يعني بالزبط. انت دلوقتي المسؤول عنك مجلس ادارتك او لجنه الكره اللي انت فيها، شفت ان مثلا عمل لعيب عمل سلوك مشين مثلا للجماهير الفريق الضيف او الفريق الاخر، انت بتتخذ ناحيته اجراء يكون اجراء قوي، مش شرط ان هو يتشطب بس على الاقل ايقاف او على الاقل الاول تحذير. طب افرض اللعيب بيكرر كل دوت يعني على فترات، ممكن نعرضه بيها، ممكن نطلعه عارف في الحاله دي. حتى الاتحاد المسؤول فعلا بقى زي ما الكابتن قال، الاتحاد المسؤول فعلا هو اللي يكون هو اللي يقرر ده، ان يكون فعلا في عقوبات سواء بقى عقوبات بقى فعلا بالايقاف بالاستفزاز، لان احنا شفنا ان يعني عواقبه كبيره وادت فعلا احداث مؤسفه. ما هي ابتدت بكده الشراره فعلا ابتدت بكده طبعا في الاخر، يعني احنا ازاي يعني احنا في الاخر اخوات، احنا بنلعب كوره، ولما بيكون في منتخب كلنا بنبقى بنلعب في فريق واحد، مفيش جماهير، بنشجع فريق واحد، ولسه ما فيش جماهير. احنا أيوة دلوقتي بندعو ان بنطالب ان الجماهير تعود، وبنطالب وبنطالب. طيب انت ما شفت مثلا موقف بعدين لعيبه ما بين ما هو بين بعضها في الملعب، تقدر ان هي فعلا تهدي الموقف يعني بدل أيوة ما فعلا تكسب تعاطف الجمهور. لا هم البداية، انت طبعا هم البدايه من الملعب طبعاً، من الملعب هو البدايه في كل ليه اللعيبه مثلا ما يبقوش ايديهم في ايد بعض مثلا أيوة قبل المباراه زي ما كان بيحصل فعلا الجيل زمان. الجيل السابق قبل كده كان بيبقى فيه انت بتبص انت بتشجع بحب، وكان يعني الملعب قد ايه ده، كان الاستاد أيوة كان بيبقى مليان 100,000 متفرج ماتشات الاهلي والزمالك دي، وكان الدنيا كانت الاحداث بتعدي عادي ايوه ده صحيح، وكان في تنافس وكان في كل حاجه ونديه في الاداء. لا فانا شايف فعلا ان هو فعلا لازم يكون بتشوف فعلا اللعيبه جوه الملعب مترابطين قد ايه، فبالتالي عمر ما هتيجي التفرقه في المدرجات طبعا. ما بنقولش هيبقى في ترابط كمان في ما بنقولش ان اللعيب يلعب يعني بتخاذل او على، لا احنا بنلعب تنافس شريف خلص. بنشوف بره في ماتشات اوروبا يعني بيلعبوا مع بعض زي ما بيقولوا كده، بيبقى بيموتوا بعض في الملعب، لكن بعد صفارة الحكم بنشوف الناس بتسلم على بعضها أيوة، بنشوف روح رياضيه، بنشوفهم ماشيين مع بعض، ده اللي حابينه يرجع طبعا يعني. وبتبقى احيانا النتائج كبيره، احنا شفنا برشلونه بيخسر من البايرن 8 وشفنا مفيش اي حاجه، وشفنا الليفر بيخسر 7 وشفنا الفرق الكبرى كلها في اوروبا بتخسر، وبعد المباراه الناس بتسلم على بعضها، ما بنشوفش تصريحات للاعيبه بيقولوا كذا أيوة ولا مش. فبصراحه احنا نصقنا وراء السوشيال ميديا واللعيبه مشت وراها طبعا بالشكل دوت أيوة، وده لازم فعلا يكون ليه يعني لازم يكون في ردع في الموضوع دوت، ومن لجنه الكوره بدايه، من لجنه كوره كل انديه ومجلس الاداره لازم يكون في ردع. بيمنعوا اللعيبه قبل المباراه على الاقل المهمه او بعد المباراه من الحديث، او ان هم فعلا ينزلوا صور استفزازيه، هنلاقي الموضوع بدا يهدى، لان الدوله ماشيه فعلا يعني في سياقها ناحيه ان احنا نبذ التعصب. ففعلا دي حقيقه فعلا. حقيقة. نرجع لحضرتك تاني، دلوقتي لعيب الكوره يعتبر قدوه لكل الاجيال الصاعده، يعني الجيل الصاعد دلوقتي بيشوف اللعيب الكوره ان هو قدوه كبيره ليه، بيحاول يقلده، بيحاول يعني كل حاجه التفاصيل، اوقات بنحاول نخش في حياته الشخصيه. ايه اسباب ان اللعيب نفسه فكره ان هو يبقى قدوه للجيل الصاعد ده اختفت من عنده؟ ايه اللي هو بيدور عليه؟ بيدور على الماديات بس؟ بيدور على ايه بالظبط؟ وازاي نقدر نرجع ان لعيب الكوره ده يرجع قدوه تاني للاجيال الصاعده؟ في بدايه الامر لاعب الكوره اقصى في الملاعب بيبقى 35 سنه في مصر، تمام. لاعب الكوره بيتهيأ له عمره هيعدي، لكن عمره مش هيعدي، ده بعد 30 سنه، ده في عز شبابه، واخد بال حضرتك؟ هو بيفكر اللي هو يستمتع بشبابه، بس هو فاهم غلط. يعني بعد ال 35 قدامك العمر طويل. لاعب الكوره يعني معظم لعيبه الكوره في مصر مش ملتزمين، معظم لعيبه الكوره في مصر انا بشوفهم
بس لعيبه مغموره، اللعيبه اللي ممكن معروفين لدى الناس كلها، ممكن في منهم الملتزم وفي منهم عندنا امثله كتير للجامعه الملتزم زي محمد صلاح مثلا، ما شاء الله عليه قدوه حسنه في كل شيء بيعمله. محمد صلاح من بداياته ملتزم. ايوه عشان كده ربنا كرمه. بقول ليه ما يبقاش كله كده يعني، يبقى مستوى يعني قدوه حسنه لكل حد بيشوفه، يبتدي ان هو يبقى يعمل كل حاجه كويسه. ليه اللعيبه بتاعتنا دايما بنشوف فيها بعض الناس كده زي ما ذكر طارق، الجيل الصاعد بيبص بيشوف حاجات سيئه جدا فيه، فما يقدرش ان هو مش لاقي حاجه كويسه ان هو يعملها. وبرضك في سبب رئيسي برضك في تغيير سلوك اللاعب، الماديات. الانسان لما بيكون خارج من بيئه متوسطه بل اقل من متوسطه، بيبقى عنده اصول اصول دينيه، يعني تحركاته بتبقى بحساب. حقيقة. المال بغير سلوك البني ادم تماما، الا من رحم ربي. طبعا في ناس كويسين جدا، في ناس كويسين جدا. وبنتكلم المبالغه يعني في لعيبه انا اعرفهم على المستوى الشخصي، يعني قبل الشهره حاجه وبعد الشهره حاجه تانية، قبل الاهلي والزمالك حاجه وبعد الاهلي والزمالك حاجه. الشهره بتغير جدا، بيتغير جدا، وربنا يسهل الحال، واحنا نتمنى كل حاجه تبقى في الصالح يعني. وفي حاجه تانية برضو بترجع للاب او الاباء، التربيه نفسها. الشاعر بيقول وينشا ناشئ الفتاني منا على ما كان عوده اباه، هي بترجع للبيئه بالظبط. التربيه سبب رئيسي يعني، حتى لو طغى عليها المال يعني، الاصل هو اللي زي ما بنقول، ثوابت ما بتتغيرش، المال ما بيغيرهاش بالظبط. طب اخد من كابتن خالد تاني، يعني ايه اللي يخلي لعيب الكره يستمر في الملاعب كتير؟ اول حاجه الالتزام، عشان لازم ان انت تكون ملتزم على كل الجوانب، سواء في الملعب بره الملعب. بره الملعب مرتبط بجوه الملعب، سلوكك، تحضرك. انا بقول ان التحضر او الكلام من ده سلوك يعني. انت مش شرط يعني، حتى لو انت خارج من انهي بيئه يعني، سواء بيئه متوسطه معانا الاستاذ محسن. اتفضل يا استاذ محسن. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير يا استاذه فوزيه. صباح النور، اهلا بحضرتك. اصبح على حضرتك وعلى ضيفك الكرام وعلى موضوع الحلقه الجميل النهارده، موضوع التعصب الكروي للاسف الشديد. بقينا يعني المفروض الكره يعني تهذيب واخلاق، في يعني عمالقه قبل كده في اخلاقهم علمونا كتير، وعلمونا ازاي الاخلاق في الملعب. كابتن خطيب، كابتن ابو تريكه، كابتن كتير قوي كانوا قدوه لينا. يا ريت والله نتعلم منهم. وبرضه رسالتي برضه للجمهور، يا ريت احنا هنخلي الكره، ليه ما نخليش الرياضه دي يعني اسلوب للموده والمحبه بيننا؟ ليه ما نتجمعش على حاجه كويسه، حاجه خير يعني؟ نخلي التجمع بتاعنا ده يكون تجمع خير، تجمع محبه. الفائز كده كده في واحد هيفوز من الفريقين، ليه ما نبقاش اخلاقنا كويسه؟ ليه ما نتعلمش من ابطالنا القدامى؟ واحيي برضو الكباتن الموجوده مع حضرتك، ويعني احييك على البرنامج ده وعلى موضوع الحلقه، متشكرين جدا. شكرا على المكالمه طبعا استاذ محسن، ويا ريت كل ده يرجع لينا تاني، ويا ريت فعلا نرجع نشجع مع بعض، اهلي جنب زمالك جنب اسماعيلي، ونرجع نشوف كل الناس جنب بعض بتشجع في الملعب كتف بكتف وايد بايد، ويا ريت ما نشوفش ظاهره التعصب دي تاني ان شاء الله. نرجع تاني لحضرتك استاذ خالد، وبنعتذر عن المقاطعه معلش عشان انا بس عايز اقول حاجه كمان، يعني احنا بنحاول ان احنا دايما نقلد في الصح. ايه المانع ان احنا نعمل زي الفرق الاوروبيه ونعمل زي المنتخبات الاوروبيه، ان يكون في معانا موجود في الانديه اشخاص وناس مدربين ان هم يعالجوا سيكولوجيه اللعيب نفسه ويتعاملوا مع اللعيب نفسيا، ان اللعيب قبل المباريات الكبرى بيحتاج فعلا تعامل، لان مش كل اللعيبه زي بعضها. فده هيساعد كتير جدا، هيساعد كتير على نبذ التعصب، هيخلق جو، هيتعرف اللعيب ان انت المفروض تتعامل ازاي، المفروض تتصرف بشكل سليم. فهو ده من الاسباب اللي هتخلي فعلا اللعيب، اذا اللعيب فعلا عقليته
بقت عقليه فعلا قويه وعقليه احترافيه زي ما احنا بنقول هيستمر عمره فعلا في الملعب. احنا بنشوف دلوقتي نماذج كتيره 35 و40 سنه وبيادوا بشكل قوي جدا وبيلعبوا مباريات دوليه قويه جدا. عندنا اسطوره يعتبر دلوقتي زلاتان ابراهيموفيتش. طبعا شوف زلاتان يعني جه من الدوري الامريكي قلنا خلاص زلاتان خلاص انتهت مسيرته ورجع تاني لاي سي ميلان. شوف خد الميلان لسكه تانيه خالص وبيطلع كل ماتش. العقليه يعني زلاتان من زمان وهو عقليته رغم ان هو يعني رغم ان يعني زلاتان يعتبر عنيف شويه لكن هو في الملعب حاجه تانية وبره الملعب حاجه تانية. بالظبط. فاحنا بنقول ان احنا مش هنوصل لسه زي زلاتان. احنا عندنا محمد صلاح ما هو موجود ما شاء الله يعني فخر العرب موجود محمد صلاح سلوكياته بشكل ممتاز جدا ما فيش حد اتكلم عنه غير كل المدربين اللي اتعاملوا معاه قالوا ان ده يعتبر من احسن النماذج اللي اتعاملنا معاه في حياتنا. طبعا مثال يحتذى به. فما دام احنا عندنا هو شخص مصري يبقى احنا نقدر ان في اللعيبه كلها تكون شكل كده. ومحمد صلاح يعتبر بداياته عاديه خالص شاب عادي خالص يعتبر طبعا شاب عادي خالص ولكن هو عنده طبعا هو عنده اتزان. الاتزان النفسي ده هو الاساس اللي مش بس في الكوره هنقول في اي مجال سواء اعلام بقى فن طب في اي مجال فبنقول الاتزان. فاللعيب اذا اشتغلنا على فعلا على ضوابطه النفسيه وعلى سيكولوجيته ان احنا فعلا نخليه فعلا متزن هيقدر في الملعب ان هو يكون متزن هيتصرف بشكل سليم مع زمايله وهكذا هتبقى المنظومه كلها بشكل عام هتبقى المنظومه فعلا ناجحه واللعيب هيطول فتره طويله ولا هيبقى يفكر فعلا ان هو حياته الكرويه تبقى قصيره ولا حاجه. قبل السؤال هناخد مداخله هاتفيه من مدام منى. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه فوزيه؟ ازيك يا استاذ بخير والله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الحلقه اولا جميله جدا جدا وموضوع حلو قوي واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. نتكلموا شويه عن السوشيال ميديا وتاثيرها ان شاء الله. ان شاء الله حضرتك اجمل ومداخلتك اجمل وشرفتينا ونورتينا والله متشكرين جدا. شكرا. عند حضرتك حاجه تانية تقوليها؟ شكرا. متشكرين جدا لحضرتك. اخدك في مكان تاني بعيد شويه عن التعصب. ايه رأي حضرتك في مشكله في اللي بتحصل دلوقتي في نادي الزمالك من حل مجلس اداره تعيين مجلس مؤقت؟ شايفها ازاي الموضوع ده مع العلم ان ده واخدنا برضو من ناحيه جماهير نادي الزمالك واخدنا لحته التعصب واخدنا لحته اشمعنى احنا اشمعنى في الوقت ده زياده التعصب ولا مفهومه غلط؟ ده رقم واحد في نبذ التعصب باذن الله. باذن الله. وبدايه نبذ التعصب من سياده المستشار احمد البكري رئيس نادي الزمالك المعين. نتمنى له كل التوفيق طبعا ويعدل في الزمالك بالفتره دي على خير ان شاء الله. بارك مجرد ما معين من قبل وزاره الشباب والرياضه بارك للنادي الاهلي. بالظبط. المستشار مرتضى منصور اجى في بيان بعد ماتش نهائي الابطال الافريقي انكر يعني ما رضاش يبارك للنادي الاهلي بيقول للنادي الاهلي هبارك لهم عليه. دي حاجات بتؤدي للتعصب. تمام. بارك هو اصلا الفوز والهزيمه ده قدر من ربنا. لازم فريق يكسب ولازم فريق يخسر والفوز والهزيمه لا يقلل منك ولا يزيد منك. بالظبط. والرياضه ما هي الرياضه اسمها رياضه ترويع تجمع في عز ما بيقولوا تباعد الرياضه بتجمع الناس يعني الناس بتقعد على الكافيهات بيقولوا تباعد كورونا وتباعد الناس كتفهم في كتف بعض ناسين الكورونا وناسين كل حاجه. لازم الناس تفهم الرياضه قبل كل شيء فهي مش تباعد يعني تكاتف كتف جنبك وتقارب بين الناس. وفي نفس الوقت يعني لما رئيس نادي الزمالك المعين بارك النادي الاهلي اوتوماتيك النادي الاهلي نزل بيان اللي هو هيروح يزور نادي الزمالك وبرده في موضوع شيكابالا الناس كلها عارفاه موضوع التنمر لشيكابالا النادي الاهلي برده نزل بيان باعتذار لشيكابالا اكيد طبعا يعني واعتذار للكل كابتن شيكابالا قيمه وقامه يعني جماهير الكره المصريه كلها طبعا واحنا مختلفين جدا مع الناس اللي عملت كده وبرده اللي احنا عرفناه ان هو اتنازل عن كل القضايا وكل الناس اللي اتمسكت هو راح واتنازل عن قضاياهم وعشان يخلص بيهم برده. فيا ريت الناس قبل ما تفكر في الاساءه تفكر في العواقب. يا ريت الناس قبل ما تفكر ان هي تعمل الحاجه الغلط تبص ايه اللي ممكن يحصل لها بعد كده. هو مش بس العواقب انا اكون قدوه لمين؟
انا وانا بعمل الاساءه، انا عندي ابن، عندي بنت، عندي اب، انا قدوه ليهم في ايه؟ هل انا قدوه ليهم في الـ في الـ في الهمجيه، قدوه فيهم في الاساءه، ولا اكون لهم قدوه حسنه؟ ده اللي انا لازم نفكر فيه. نفكر في ان انا اكون قدوه لبيتي الاول قبل ما اكون بره بيتي. في بيتي هم هيشوفوا مني ايه؟ فبالتالي احنا زي ما حضرتك ذكرت يا كابتن انه اخلاق رئيس النادي هي اللي بتضفي اما روح الاساءه او روح التعاون وروح الترابط ما بين الانديه. ده اللي كنا حابين بس حابه ان انا اقوله، وعايزه اعرف بس دور السوشيال ميديا زي ما قالت مدام منى في الموضوع، هل هي بتكبر ده رقم واحد في تكبير التعصب. هستاذن حضرتك، معانا اتصال هاتفي من استاذ اسامه. صباح الخير المهندس اسامه، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ طارق؟ ازي حضرتك يا باشمهندس؟ منورني البرنامج وحلقه جميله جدا وعنوانها اجمل، تعصب الكروي باجمل وجود حضرتك. ولكن انا حابب اضيف حاجه، هو مش تعصب كروي فقط، احنا برضو عايزين نتكلم عن الجماهير بصفه عامه. تعصب عند الناس نفسها كفكر اصبح موجود ومفروض علينا على الساحه حاليا، عايزين نتكلم عن النقطة دي. ومثال على كده الجماهير اللي ذهبت إلى مقابر اللاعب شيكابالا واستهونت بحرمة الموتى، استهونت بحرمة المقابر. نتكلم عن كده، ما ضمنش موضوع يعني خرج بره إطار الكورة، إن هو كورة أو رياضة. تمام؟ مظبوط. وحابب طبعا أقول لكم إن الحلقة جميلة جدا وممتازة. ممتازة. وصباح الخير على ضيوفكم برضو. صباح الفل. إضافوا لنا كتير. تمام. والحلقه تكمل بنفس السياق وتكون حلقه كويسه جدا ان شاء الله. حضرتك المداخله اجمل، ومتشكرين جدا لمداخله حضرتك. ونرجع لضيفنا ان شاء الله. حضرتك قولي السؤال تاني. السؤال انه السوشيال ميديا وتاثيرها في اما ان هي تحد من التعصب او من الاساءه وتوقفها، او هي بتنشرها اكتر السوشيال ميديا عامه. هو الاعلام، هي هنتكلم على الاعلام الرياضي. الاعلام الرياضي البين يعني هو اللي يعني بيقضي على التعصب، لكن الاعلام الرياضي الحالي بيشحن الجماهير، وشحن الجماهير هو اللي بيقدر التعصب. يعني مثلا اعلام الزمالك مثلا او اعلام الاهلي، هنقول الاهلي، في حكم مثلا مباراه مثلا بين الاهلي مثلا وحرس الحدود، الحكم مثلا حكمهم سي فلان الفلاني، الحكم مثلا يقول لك الحكم ده الاهلي ما فازش معاه ولا مره، الاهلي اتعادل معاه 8 مرات كده، شحن الجماهير اتجاه الحكم. ده من الاعلام، ده حقيقي. واخد بالك؟ وبرده سبب رئيسي في 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 التعصب اللي احنا بنتكلم عليه سوء الحكم. يعني لازم نساند الحكام، يعني مثلا التحكيم بقدر التعصب، لما يعني يكون الحكم مش كويس او مش في يومه، ما هو برده بيؤدي للفتن في المدرجات. بالظبط. واخد بالك؟ بس هنتكلم عن الاعلام الرياضي البين، هو بايده يخلي الكوره بدون تعصب تماما، لان الاعلام الرياضي اعلام قوي جدا، كل الناس بتتجه له. ممكن يكون الاعلام منحاز، يعني كله متجه للاعلام الرياضي، ممكن يكون منحاز لفريق معين فبالتالي هو بيشحن، ولا بتبقى كل التحليلات فعلا حاصله في 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 المباراه او داخل الملعب. احنا بلا شك كل يعني مصر كلها في انتماءات، في اهلي وزمالك، والاعلاميين في انتماءات الا من رحم ربي، يعني الحياد مفروض. واللي بيقول انا مش اهلاوي ولا زملكاوي تتليم، هو معروف اللي هو مثلا بيميل لحاجه معينه، هو بيميل، لكن ما بينحسش على قدام الكاميرا او قدام، ما حدش يطوى على الصح. ما فيش حياد خالص دلوقتي. يعني حتى دلوقتي لو في مذيع احنا عارفين انتمائه، لو هو ما بيقولش بطريقه مباشره انتمائه بيقوله بطريقه غير مباشره. يعني بتلاقي اتجاهاته بتشجع حاجه معينه، طب ما ده برضو زياده التعصب. يعني بدل ما هو بيبقى سبب رئيسي ان هو ينبذ التعصب، لا، ما انا وكان منافس لما الاقي حضرتك بتشجع فريق معين وبتتجاهلني، بتطلع اخبار مش صح، طب ما انت برضو بتشحنني تجاه حضرتك كمان. فبدل ما بيبقى تعصب رياضي، لا، انت خرجتني بره التعصب الرياضي،
دخلنا في مكان تاني بقى تعصب شخصي. ايوه طب ما كل ده بقى تعصب بالمقدس زي ما قال الباشمهندس اسامه انه بيخرج يعني خارج اطار الكوره خالص، بياخدش حاجات تانية زي حرمه ميت او مقدسات، يعني بتبقى حاجه مشينه جدا بجد. يعني لما ندخل في الاجواء دي واللي احنا شايفينه ان هو لا ما فيش حرمه لاي شيء، ما سابوش حاجه ما عملوهاش. احنا يعني القنوات، في قنوات الوقت الرياضيه بتستند انديه، يعني قناه زي قناه الاهلي بتستند الاهلي، دي قناه ملك النادي، فطبيعي ان هي مش هتشجع حد منافس، يعني هي معموله للنادي الاهلي زي قناه الزمالك معموله لقناه الزمالك. هل قناه الاهلي مخصصه مثلا برنامج لو مثلا تلت ساعه في اليوم عن التعصب؟ مفيش. الزمالك مفيش، دي كارثه. بالاعلى نخش بقى في الاعلى الاعلام، ممكن ناس المسؤولين الاكبر المسؤولين عن كده يجبروا القنوات اللي زي دي تبس لو كل يوم ربع ساعة عن التعصب، الرقابة دي حاجات. وفي نفس الوقت اللي يعني في تجمعات بين اللعيبه، يعني اللي في تجمعات، في خروجات، في حفلات، الضوء على التقارب اللعيبه يعني من بعضها فعلا. يعني زي ما حضرتك يعني مثلا فنان مثلا معين عنده مثلا حفل بيدعي لعيبه الاهلي والزمالك، ليه القنوات دي ما بتبصش تشوف مدى الحب بين لعيبه الاهلي والزمالك؟ بنروح للسلب بس. بنروح للسلب، دي مشكله. الاعلام له دور كبير جدا في نفس التعصب. وبعدين احنا كشعب بنقلد اوروبا والغرب في كل حاجه، تقليد اعمى، الا الروح الرياضيه. بالظبط، احنا بنشوف بطولات اوروبا مصروف عليها مليارات، احنا بالنسبه لها ولا شيء. بس بالعكس وغلطات كارثيه من الحكام، وبعد المباراه كله بيسلم على كله. بس انا معترض معاك في حاجه، المدربين عايزين معانا مداخله هاتفيه من مدام اميره. الو. وعليكم. وعليكم السلام. انا حبيت اعمل مداخله في البرنامج ده لان عجبني الموضوع جدا. نورانا يا فندم. ويعني التعصب مش هيفيد بحاجه، يعني احنا صحي بنتعصب من يعني الاهلي بيخسر وكده، يعني التعصب مش هيفيد بحاجه، كله بإيد ربنا سبحانه وتعالى. طبعاً ونعم بالله. فوز الهزيمة دي أقدار. طبعاً. حضرتك عندك أي سؤال؟ التعصب مش هيفيد بحاجة. صح. عند حضرتك حق. متشكرين يا أميرة. عندك الحق فعلاً. التعصب بيؤدي إلى الوفاة. عاوز أكتر من كده. طاغي على الحياة. بيؤدي إلى الوفاة. أنا أعرف الأيام اللي فاتت دي بعد ماتش أهلي وزمالك، في ناس توفت في عز شبابها من نتيجه من الزعل، نتيجه من التعصب. لازم في القنوات الرياضيه تبث برامج للتثقيف الرياضي وتبث برامج للتعصب. بالظبط، دي حاجه مهمه جدا، دي مش كتير، يعني مش كتير، ربع ساعه في اليوم مش كتير. طب ارجع لكابتن خالد، وزاره التحكيم بما ان انت بتشوفه بتبقى حاضر على الكلام ده، بتأدي لذات التعصب فعلا؟ طبعا، واكيد انت واجهتك مشاكل زي دي كتير في الملعب. طبعا. شايف ايه طريقه حلها؟ شايف ازاي نحط الضوء عليها بصوره اكبر شويه؟ طيب خلينا نقول ان ظاهره التحكيم دي موجوده في كل حته في العالم، يعني الحكم كده كده بيغلط هيغلط. طب يا بني ادم مش هنتكلم كلام دبلوماسي هنقول ان الحكم اخطاؤه مش مؤثره، لا، الحكم فعلا اخطاؤه مؤثره، بدليل ان احنا دلوقتي بنستخدم تقنيه الفار. بالزبط. يعني احنا استخدمنا تقنيه الفار وعملت مشاكل كبير. اي نعم، مش هتوصل 100% انك هتدي مثلا حق للفرقه عشان فرقه تحاول تقلل لكن الاخطاء، لكن بنقلل الاخطاء، لكن هي الفار فعلا يعني صلح نتائج كتير وعشان يساعد الحكم. فالحكم هيغلط، الحكم لازم توفر له زيه زي اللاعب، لازم توفر له الادوات وتوفر له التدريب وتوفر له كل حاجه بحيث ان هو يقدر في الملعب يتحمل الضغوط، يتحمل المباريات الصعبه. وبنشوف ده، احنا بنشوف احيانا حكامنا هنا بيعملوا احيانا مباريات سيئه في الدوري المصري ونلاقيه بره بيتالق في مباريات في دول شمال افريقيا وبيبقى مع ان بيبقى فيها جماهير، يعني وبيلعب بره نهائيات شامبيونز ليج افريقي فبيبقى فيها جماهير، ومع ذلك الحكم بيبقى اخطاء قليله. ففي مصر لا، احنا هنا بنتصيد للاخطاء. وده بسبب ايه؟ بسبب ان الاعلاميين برضو نفس الشيء زي ما الكابتن قال، ان فعلا القناه بتقول ان ده بيتفاءل ويتشائم مع بعض الحكام، ففعلا بيحصل شحن احيانا. فعلا المذيع او مقدم البرنامج هو عايز يبقى حيادي،
لكن ميوله فعلا بتطغى على الكلام اللي بيقوله، فبرضه بنتشحن. المشاهد يعني ما بقاش يعني مشاهد بقى ثقافته عاليه جدا وكله بقى فاهم وكلمه خارجه لانهي اتجاه، هل هو مع الفريق دوت ولا مش مع الفريق دوت، فبيبقى قاعد مركز مع الحكم. وبيساعد على ده احيانا ان فعلا زي ما احنا بنقول التعصب، يعني هو برضه جاب التعصب لما يجي فن اعتراض المجالس الفنيه واعتراض مدير الكره في الفرق على الحكم. طيب ما بيخلي اللعيب اللي موجود بيتشاهن زياده. هم بيقولوا برضه دايما ان الفرقه بتتشكل بشكل المدير الفني اللي موجود، يعني تلاقي لو المدير الفني هادي او المدير الفني عقلاني تلاقي فعلا الفرقه بتتصرف بشكل عقلاني. لو المدير الفني فعلا عنده عصبيه وعنده بيوتر طبعا بيتنشن جدا زيادة، بيبقى فعلا اللعيبه كده، وده بينعكس على الحكم. بالزبط. الحكم زيه زي اي فرد في المنظومه، واحنا بنحاول نقلل اخطاء بكتر التدريب زي ما احنا بنقول بالدورات اللي بتتعمل بالكلام ده كله. ويكفي ان احنا عايزين نرجع تاني حكامنا ان هم تاني يكونوا موجودين في كاس العالم، يعني اختفوا فعلا طبعا حاليا دلوقتي من السهل خارجيا طبعا يعني. طبعا اختفوا طبعا. ناخد اتصال من الاستاذ محمد. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته استاذ فوزية والمهندس أسامة. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك الاستاذ طارق. انا استاذ طارق، انا مبسوط جدا جدا بالبرنامج بتاع ساعتكم فعلا، برنامج الاسره والمجتمع. احنا مبسوطين بمداخله حضرتك. نعم بقول سعداء بمداخله حضرتك ومشاركتك. الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك. لا انا بصراحه مبسوط قوي 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 وقاعد منسجم فعلا بكلام حتى الكابتن خالد واللي معاه، خاصه الكابتن خالد، يعني في كلام فيه عقلانيه فعلا وفعلا لا للتعصب. ويا ريت الناس كلهم يتفرجوا ويسمعوا ويشوفوا، بس البرنامج بتاعكم يكونوا بيجي بدري، مفيش اعاده له بقى كمان. هيبقى في اعاده قريب ان شاء الله. هيبقى في اعاده، وفي عندنا السوشيال ميديا دي عاملين عليها بنعيد عليها الحلقات، وفي يعني تابعنا ان شاء الله على الصفحه هتشوف كل الحلقات ان شاء الله. والحلقه بتنزل بعد البرنامج بساعه على الموقع الرسمي على الصحه والمجتمع. متشكرين جدا استاذ، احنا متشكرين، الوقت عدى بسرعه. شرفتونا جدا. عندنا متشكرين وشرفتنا جدا استاذ خالد لاعب غزل المحله، متشكرين جدا كابتن حمدي مدرب الكره، وشرفتونا ونورتونا النهارده، ويكون يا رب افدنا الناس ولو بجزء بسيط جدا. متشكرين جدا لحضراتكم حسن المتابعه والمشاهده، ويا رب يكون افدنا ولو بجزء بسيط، حاولنا ان احنا نغير شيء بسيط جدا في نفوس، سواء مش هنحدد فريق معين، هنقول الناس كلها احنا كلنا بنشجع كره واحده ولعبه واحده، واحنا كلنا في منتخب واحد وبتجمعنا ارض واحده وبيجمعنا قلب واحد. احنا كلنا زي ما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. عايزين احنا نبقى كده ونمثل ده ونتحلى باخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. ختام مع طارق. يا ريتها النهارده نكون قدمنا لكم حاجه جديده، يا ريت نكون قدمنا لكم معلومه مفيده. التعصب الكروي او اي تعصب عامه مش هيفيد باي حاجه، بالعكس التعصب هيخلينا احنا نتعب، هيأثر علينا، هيأثر على جسمنا، هيأثر على كل حاجة فينا، هيخلينا نتشحن زيادة، هيخلينا نمرض أكتر. طب ليه التعصب؟ احنا مش محتاجين تعصب، كل واحد يشجع نفسه، يشجع فرقته، يشجع أي مجال اللي هو عايزه، ويحترم المنافس، لازم يبقى في احترام. ياريت النهاردة نكون قدمنا لكم معلومة بصورة كويسة، وياريت النهاردة نكون أفدنا حضرتك ووصلنا معلومة جديدة. طبعا أنا بشكر الضيوف النهاردة، وياريت شرفتونا طبعا، وإن شاء الله في حلقات تانية إن شاء الله نوضح بصورة أكتر. ان شاء الله يستنونا، ان شاء الله استنونا الخميس الجاي في نفس الميعاد الساعه 9، ويسعدنا طبعا مشاهدتكم. واحنا بندعم دايما وبنقول لا للتعصب، دايما نكون قدوه حسنه ان شاء الله. استنونا الخميس الجاي مع فوزيه الشرقاوي وطارق طه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.